من جديد أعزائي المشاهدين، أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم على طاولة الحج الذي تعده وتقدم لكم قناة قراءة الفضائية ضمن كوكبة من البرامج لتغطية موسم حج هذا العام. المفتي العام يحذر الحجاج من اتخاذ الحج منبرا سياسيا أو طائفيا. دعا المفتي العام رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حجاج بيت الله الحرام إلى التقرب إلى الله والبعد عن استخدام الحج منبرا سياسيا والبعد عن الطائفية البغيضة، وقال: أخلصوا العمل لله فإنه طاعة لله وذكر لله، وإياكم أن تستخدموها في الطائفية البغيضة. اجعلوا حجكم خالصا لله والتزموا بالأنظمة واللوائح التي وضعت لأجل الحجيج وحفظهم وراحتهم، واحمدوا الله على هذه النعمة واشكروه على هذا، وادعوا الله لولاة أمر هذه البلاد على ما قدموه من جهود عظيمة. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف مباشرة عضو مجلس الشورى واستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور صدقة فاضل. دكتور صدقة، مساء الخير. مساء الخير، السلام عليكم ورحمة الله، وأحييك وأحيي المشاهدين والمشاهدات الكرام، وكل عام وأنتم جميعا بخير. الله يحييك دكتور فاضل. دكتور فاضل، هناك دائم أو قلق دائم بين المراقبين في استغلال الحج في رفع شعارات أو إحداث فتن طائفية، كيف يمكن إبطال كل هذه المخاوف؟ في الواقع كما ذكرتم، دعا المفتي العام للمملكة العربية السعودية سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حجاج بيت الله الحرام لصرف جهودهم ووقتهم خلال تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام في الدعاء والصلاة والتقرب إلى خالقهم عز وجل، وعدم استخدام شعيرة الحج لأغراض سياسية أو طائفية أو مذهبية، كما دعاهم للالتزام بالأنظمة التي وضعتها المملكة من أجل خدمة الحجيج ورعايته، وتجيء هذه الدعوة الكريمة المناسبة من الرجل المناسب وفي الوقت المناسب. قد شرع الحج للعبادة والتقرب إلى الله عز وجل ورعاية شؤون المسلمين والنقاش فيما يخص أمورهم ومصالحهم. أما استخدام هذه المناسبة المقدسة لإثارة الفوضى والبلبلة وإعاقة الحجيج عن إخلاص العمل لله وطاعته، فهذا أمر لا يجوز ولا يجب أن يصدر من أي حاج. نعم، يؤدي هذه الشعيرة بصدق وإخلاص وحسن نية. طيب دكتور، هذه الدعوة تصدر من سماحة مفتي المملكة. نعم. تنبيها وتحذيرا للبعض من الحجاج الذين يقومون باستغلال هذه المناسبة الجليلة لتحقيق أغراض سياسية وفئوية أو مذهبية معينة، كالتظاهر ورفع شعارات سياسية معينة ضد آخرين من إخوانهم المسلمين وما إلى ذلك مما هو معروف. طيب. لكل ذلك فإن الأنظمة السعودية تمنع حصول هذه الفوضى. صحيح. حرصا منها على رعاية الحجيج وحمايتهم، وتجيء دعوة سماحة مفتي المملكة لتؤكد هذا التوجه الضروري والسليم واللازم لتمكين حجاج بيت الله الحرام القادمين من كل فج عميق على أداء شعائرهم وعلى أداء هذا النسك وهذا الركن الأساسي من دينهم الإسلام الحنيف بسهولة ويسر وراحة واطمئنان وبعيدا عن الفوضى والاضطرابات. طيب دكتور صدقة، هناك من يحاول إحراج السعودية سياسيا خلال موسم الحج، سواء بالاستنقاص من الجهود التي تقدمها الدولة أو من عدم مثلا وصول الحجيج لبعض مثلا متطلباتهم وحاجتهم داخل الحج. هناك بعض الجهات والدول التي تعادي المملكة العربية السعودية بمناسبة وبدون مناسبة، وهم أو بعض هؤلاء يستغلون هذه المناسبة، مناسبة الحج، ليثيروا مثل هذه الاتهامات وهذه النعرات. ولكن غالبية المسلمين الذين يأتون إلى هذه البلاد يعرفون أن هذه البلاد تقدم لهم كل سبل الراحة التي تمكنهم من أداء شعائرهم بكل يسر وسهولة، وأنها تبذل الكثير من المال والجهد لخدمتهم واستضافتهم على أفضل وجه ممكن. صحيح. وما الذي يأتي إلى هذه الديار
للحج أو العمرة يدرك هذه الحقيقة، ويدرك أن ما يقال هنا وهناك من بعض الجهات إنما هو عبارة عن أكاذيب وإشاعات الغرض منها الإساءة إلى المملكة حكومة وشعبا. ولكن الواقع يعني يكذب هذه الإشاعات وهذه صحيح. ولو يعرف الجميع أن حكومتنا الرشيدة من مع نهاية موسم الحج تبدأ في أعمالها وتوسعات المشاعر المقدسة وتنظيفها وتنظيمها حتى للموسم الحج القادم. دكتور صادق فاضل، أنا شاكر لك حضورك من عضو مجلس الشورى وأستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك عبد العزيز. يقولون أن ليس للعمى ألوان، ففاقدي البصر يرون الحياة بطريقتهم الخاصة وبألوانهم التي يحبون، فكيف يتخيل هؤلاء روحانية المشهد في المشاعر المقدسة، وكيف رسموا صورة الحج في أذهانهم؟ المزيد من التفاصيل في هذا التقرير للزميل أيمن خضر. بعض الناس لا تثنيهم مصاعب عن الحج وقضاء الفريضة الخامسة، حتى لو كانت إحدى هذه المصاعب فقدان حبيبتيه. تجولنا في جمعية إبصار التي تهتم بتأهيل وتدريب ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي يعرفنا عنها أكثر الأمين العام للجمعية محمد توفيق بلو. الإدارة والإشراف العام على تقديم خدمات الإعاقة البصرية من تأهيل ضعفاء البصر وتدريب المكفوفين على استخدام التقنيات المساندة، بالإضافة إلى ممارسة الأنشطة التوعوية في مجال توعية المجتمع بالإعاقة البصرية والوقاية منها، والأهم من ذلك كله الانخراط في برامج مكافحة العمى الممكن تفاديه في على النطاق المحلي والدولي ضمن الوكالة الدولية لمكافحة العمى ومبادرة الرؤية 2020، واللي تهدف إلى الحد من العمى الممكن تفاديه بحلول العام 2020 إن شاء الله. أتمنى أنه نقود قافلة حجيج للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية لأسيما، وأنه نتلقى طلبات مستمرة سنة عن سنة يعني، ولكن منتظرين إن شاء الله الانتهاء من المشاريع التطويرية اللي عملت في المشاعر والحرمين، واللي حتمكن تسهيل الوصول لذوي الإعاقة البصرية بصورة أفضل، وإن شاء الله من خلال ذلك نكون قادرين على الحج بصفة جماعية وعلى النطاق الشخصي أيضا، أنه الله يكتب لنا حجة أخرى ثانية بإذن الله. ومن أمنية الأمين العام نقابل مدرب طريقة برايل الذي ولد بالإعاقة البصرية، ويصف تخيله عن الحج وازدحامه، ومع ذلك توكل على الله واضطر أن يحجج مرافق على حسابه حتى يساعده في أمور الحج. ذهبت إلى الحج بس لابد إيش المرافق، وكان يشرح لي يعني بحيث نحن الآن في مكة، الآن حول الطواف والمسعى، الآن في ذهبنا إلى عرفة وهذا الازدحام. بالنسبة للأطالب يعني مثلا لو يكون يعني مكاتب خاصة في الحرم لدي والخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني في المدينة ما شاء الله يعني مثلا في الاعتكاف ما الاعتكاف مخصصين لهم مكان خاص يوفروا لهم كل الخدمات يعني أثناء الاعتكاف. رجال فقدوا البصر ولكن لم يفقدوا البصيرة، ومن إعاقتهم كان الحافز لتعليم الآخرين ومساعدتهم وأقصى أمنهم هو حج بيت الله مع حملة تلبي متطلباتهم واحتياجاتهم. لبرنامج على طاولة الحج، أيمن خضر، جدة. شكرا للزميل أيمن خضر على هذا التقرير. معنا عبر الهاتف أمين عام جمعية إبصار للتأهيل وخدمة الإعاقة البصرية الأستاذ محمد توفيق بلو. أستاذ محمد مساء الخير. حياكم الله، مساكم الله بالنور. الله يحييك أستاذ محمد. الإخوان فاقدي البصر نسأل الله أن يعوضهم خيرا إن شاء الله تعالى، هل هناك حملات مخصصة لتحجيج المكفوفين في هذا الموسم؟ بعلمي احنا في مدينة جدة في جمعية إبصار لم يقوم بمثل هذه المبادرة، ولكن أعلم في السنوات الماضية كان هناك مبادرات جيدة من جمعية كفيف وجمعية بالرياض وجمعية العوق البصري ببريدة، كانوا بينظموا رحلات حج للمكفوفين الناطقة اللي هم فيها، وإن شاء الله نسعى أنه يكون في عمل مؤسسي لمثل هذا الأمر. وإن كان كنا زمان طرحنا فكرة مع بعض مؤسسات الطوافة أنه ممكن الجمعيات تقدم لهم خدمات لتيسير أمور استقبال وفود حجيج مكفوفين سواء من داخل أو خارج المملكة بطباعة مواد برايل، تدريب بعض المرشدين للحج على كيفية
انه يكون هناك المرافق للكفيف عنده نوع من التخصص في احتياجات الكفيف بحيث يكون عون له ومساعد فعال على درايه ومهاره في احتياجات الكفيف في الارشاد حتى يامن له حجم اكثر سلامه. لاحظنا الاخ سالم تقرير نعم. ذكر ضروره اهميه المرافق وهذا صحيح، ولكن احيانا قد يكون إن لم تكن محظوظ وكان المرافق غير الانسان المهيئ لك قد يكون عبء عليك اكثر مما يكون عون لك. طيب استاذ محمد، كيف تعاون الجهات الحكوميه معكم مثل وزاره الحج في تامين حملات خاصه بهم او تسهيل مهمه المكفوفين للوصول الى المشاعر المقدسه؟ والله كما ذكرت عشان احنا ما لنا تجربه في الامر هذا في التواصل مع جهات حكوميه نعم. وتنظيم رحلات حديث للمكفوفين، فما عندنا علم مسبق بحاجه واتوقع والله اعلم يعني نتوقع ان كمان هناك مبادره تكون من جميع الجهات المنظمه للحج اذا كان وضعت في خططها واستراتيجيتها تنظيم حديث الاشخاص ذوي الاعاقه والاحتياجات الخاصه بصفه عامه، فلا بد ان نحطه في الاعتبار التواصل مع الجهات اللي مشرفه على المؤسسات اللي بتعني بجمعيات ذوي الاعاقه، مثلا يكون في هناك نوع من التنسيق والتواصل مع وزاره الشؤون الاجتماعيه لانها لها علم بكل الجمعيات اللي تعمل في الاعاقه وانواع وفئات الاعاقه، هذا اسهل طريق بالنسبه لهم، او انه يكون يعملوا بحث مباشر او اعلان، فبالتالي نحن نكون على درايه انه ايش في ممكن خدمات وكيف نوفر، لا سيما انه يعني بيجينا طلبات حتى من خارج المملكه يعني ما شاء الله تبارك الله بإبصار بيلجأوا لنا بعض المكتوفين من الجمعيات المكتوفين من الاردن من مصر انه يسالونا ويستفسروا هل بالامكان نساعد في تنظيم حج لهم والى اخره. يعني ما شاء الله تبارك الله جانا طلبات من الاردن ووضعناها في موقع الجمعيه، اذا هناك احد من اهل الخير يحب يحجج ناس، فاحنا عندنا طلبات من حجاج من خارج السعوديه مكتوفين يتمنوا يعني ام يلام، لا سيما ان احنا عندنا تجربه نعم. عندنا برنامج اسمه تنظيم رحلات المكتوفين للعمره ما شاء الله تبارك. بنشتغل عليه 4 سنوات وبلغ عدد الاستفاده من هذا البرنامج الان نحو 400 شخص من المملكه الاردنيه الهاشميه بتنظيم مع جمعيات المكتوفين نعم. وتبرع من رجال اعمال في الاردن بيتولوا مسؤوليه ايصال المعتمرين الين داخل حدود المملكه. واكيد استاذ محمد هناك اهل الخير يعني كثير سواء في السعوديه او في غيرها يبحثون عن والله إذا تقديم الخدمه لمثل هؤلاء الحجيج. انا شاكر لك استاذ محمد بلو، الوقت لم يسعفنا لكن باذن الله تعالى نكون في لقاء اخر. الامين العام لجمعيه ابصار الخيريه، شاكر لك ما قدمت لنا في هذه الحلقه. ما قال اليوم اعزائي المشاهدين جاء من صحيفه عكاظ للكاتب عبد الله عمر خياط تحت عنوان الحج على الابواب. يقول الكاتب في مقاله إن الدولة حين فرضت وجوب تصريح الحج فذلك أمر تنظيمي لم يعد منه مناص، فمن واجبها رعاية الحجيج وسلامته وصحته وأمنه وراحته، وهذا يعني الضبط والتنظيم ومنع العشوائية والفوضى. ومن يحتج بأن هذا الضبط يؤدي إلى غلاء حملات الحج فإن هذا الركن الخامس مقيد بالاستطاعة والقدرة المالية، فمن لا يحتمل ارتفاع الأسعار فليس عليه أن يحج حتى ولو كان ذلك فريضة، فما بالك إن كان نافلا. ويشير الكاتب إلى أن الحج له فائدة ومنفعة جانبيتان لأهل الحرم المكي، فالمسلمون الذين يأتون من أطراف المعمورة يحلون ضيوفا على هذه البلد المقدس، ومن واجب سكان مكة خدمة الحجيج بأجرة أو مجان، وعلى ذلك فلا أرى اشتراط التصريح لأهل مكة رأفة بهم وتسهيلا لشؤون الحجيج. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف مباشرة الكاتب الصحفي في صحيفة عكاظ الأستاذ عبد الله عمر خير. أستاذ عبد الله مساء الخير. أهلا محمد، مساء النور. الله يحييك إن شاء الله. نرى أن غالبية الكتاب متفقين على أن الحج بلا تصريح هو أساس المشكلات. كيف تؤكد ذلك في مقالك؟ كما تؤكد ذلك في مقالك؟ كيف تقولته عموما سمعت أنا؟ أسألك أقول أنه الغالبية من الكتاب متفقين على الحج بلا تصريح ربما هو السبب في غلاء أسعار الحملات وارتفاعها، برأيك يكون هذا أو يمكن معالجة هذا الأمر؟ نعم، ما في شك أنه يعني بلا تصريح سبب من أسباب ارتفاع الأسعار، لكن هو أفضل لوضعية الحاج اللي جاي من برا. نعم، بدل ما انهم يجوا دور العمال اللي موجوده في البلد هنا ويفترشوا الشوارع عرفات وفينا ومزدلفه
ويجي الحاج من خارج اللي دافع يعني كذا مبلغ عشان أحج مرتاح ما يلتقي محل. طيب ويتحنقر فيهم بالأصح. أنت استثنيت أهل مكة تقريبا من التصاريح، لكن يوجد داخل مكة أيضا من الأخوان الغير سعوديين من يستطيع الحج أيضا بدون تصريح، وربما هم من يسببون الزحام بشكل كبير. هذا صحيح، لكنه الآن الأمن العام وأجهزة الأجهزة كلها في راق، وحتى بالطيران المدني بالطيران الهليكوبتر وغيره، حتى من مكة برضه بيسووا مداخل منها وعرفات وآخره عشان دولة ما يقفزوا على النظام. نقدر نقول استاذ عبد الله انه المشكله في التصاريح هي التي رفعت اسباب يعني رفعت اسعار الحج؟ لا ما يعني الاسعار حقت الحجاج الداخل تقصد؟ اي نعم حجاج الداخل. لا التصاريح ما هي، لانه هو يعني كان اول هو امر تنظيمي في الاول والاخير. الاول الموضوع تنظيمي لا اقل ولا اكثر، لا فما يعني إن كان زاد 5000 ريال ولا 1000 ريال ما هي ذيك المشكلة التي تعتبر عائق. طيب أمس يعني أمس الكاتب عبد الله عبدو خالد ذكر أن الحج للأثرياء فقط، أنت معه في هذا المقال أو لا؟ الحج إيش؟ الحج للأثرياء فقط. يا أخي أخواننا في الله يعني يضخموا كثير الحج، يعني مو في يعني شركات حج 2000 ريال حج، وفي شركات 70,000 ريال صحيح، وفي شركات 5,000 و6,000 و8,000 و10,000 وهكذا. احدد لكم بالضبط بالاسامي هم لو تبغوا يعني لا ما بنعمل لهم اعلان. الكاتب الصحفي الاستاذ عبد الله عمر خياط، شاكر لكم دخلتك معنا، شكرا استاذ عبد الله. فاصل اعزائي المشاهدين ثم نعود نكمل معكم ما تبقى من فقرات هذا البرنامج. من جديد أعزائي المشاهدين أرحب بكم في هذه الحلقة من برنامجكم على طاولة الحج. الملك عبد الله بن عبد العزيز يوجه الأجهزة الحكومية بالاستنفار لخدمة الحجاج. أكد أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية رئيس الهيئة العامة لمراقبة نقل الحجاج صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد الله أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يتابع بنفسه شخصيا أدق التفاصيل المتعلقة بمشاريع المشاعر المقدسة، ويوجه بصفة يومية بتوفير وتأمين كافة متطلبات الحجاج والإسراع في تنفيذ جميع المشاريع الصغيرة والكبيرة ليؤدي الحجاج مناسكهم في يسر وسهولة. معنا هنا في الاستديو المهندس عبد الله حسنين اللي هو مدير وحدة أعمال مكة المكرمة والطائف في شركة المياه الوطنية، حياك الله مهندس عبد الله. أهلا وسهلا. الله يحييك. طبعا كان بيكون معنا إن شاء الله تعالى أيضا من سهلنا في الرياض عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الرحمن الهيجان حتى يجهز، لكن نبدأ معك مهندس عبد الله. بالنسبة للمياه مهندس عبد الله، وهي أهم مقومات الحج وما يقوم عليه الحجاج من المياه، وتعرف استهلاك المياه بعدد كبير جدا، لو حدثتنا عن خطة شركة المياه الوطنية في تلافي أي أزمة لانقطاع المياه في هذا العام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة شركة المياه الوطنية تستعد ومنذ وقت مبكر بناء على توجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد والنائب الثاني، وبتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة سمو الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز، ومتابعة دائمة من معالي وزير المياه المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين. تقوم شركة المياه الوطنية بعمل خطة حقيقة يعني منذ وقت مبكر، منذ نهاية العام الماضي للاستعداد لهذا للدخول لموسم حج هذا العام. حقيقة نحن لدينا الدروس التي نستفيد منها، الدروس المستفادة من موسم الحج الماضي، نركز على جميع الملاحظات وجميع نقاط الضعف التي كانت في الحج الماضي، ونبدأ في إعداد الخطة السنوية للحج التالي. في هذا العام حقيقة نحن طورنا طريقة الاتصال أو بما يسمى الكول سنتر، بحيث يكون هناك اتصال مباشر من قبل أي حاجة أو أي مطوف يحتاج إلى مثلا أعمال صيانة أو إبلاغ عن انقطاع مياه أو أي مشكلة تحدث في منطقة المشاعر المقدسة، بمجرد الاتصال على الرقم المجاني
يتم التواصل والتحرك مباشرة إلى منطقة الحدث وإنهاء المشكلة. مهندس عبد الله، احنا عندنا تقرير حول المشاريع في منطقة مكة المكرمة، عده لنا الزميل أمير خضر نتابع سويا. أعزائي المشاهدين، هذا التقرير ثم نعود لنكمل سويا ما تبقى في حوارنا مع المهندس عبد الله. تبذل المملكة جهدا في توفير سبل الراحة لضيوف الرحمن القادمين من كل فج عميق. ومن هذه السبل المشاريع التي تقوم المملكة بتطويرها كل عام لتواكب زيادة أعداد الحجاج، كقطار المشاعر الذي سهل الحركة في المشاعر المقدسة وخفف من الازدحام، وأيضا توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للحرمين الشريفين. ولقد صدرت التوجيهات السامية بالاستفادة من المواقع الجاهزة بمبنى التوسعة والساحات الخارجية بمشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام والعناصر المرتبطة بها، إضافة إلى تأمين الخدمات الضرورية لتوفير الراحة لضيوف الرحمن وتجهيز دورات المياه والمواضئ الجديدة ضمن مشروع التوسعة، مع توفير مشارب مياه مبردة داخل مبنى التوسعة وفي الساحات الخارجية، وتشغيل السلالم والمصاعد الكهربائية لخدمة الحركة الرأسية ما بين أدوار مبنى التوسعة، وتشغيل نظام التكييف والإنارة ونظام الصوت والمراقبة التلفزيونية وأنظمة مكافحة الحريق، وكذلك تشغيل الطريق الدائري الأول بمكة المكرمة جزئيا وبصفة مؤقتة بعد أن تم الانتهاء مما يقدر بنسبة 67% من أعمال تنفيذ المشروع. لبرنامج على طاولة الحج، أيمن خضر، مكة المكرمة. من جديد أعزائي المشاهدين، أرحب بكم في برنامجكم على طاولة الحج. الآن معنا من الرياض عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الرحمن الهجان. دكتور عبد الرحمن، مساء الخير. دكتور عبد الرحمن تسمعني؟ جاهز يا فادي الدكتور عبد الرحمن؟ دكتور عبد الرحمن تسمعني؟ نعم أسمعك، الله يبارك فيك. نعم، حياك الله معنا في برنامج على طاولة الحج. حياك الله، أهلا وسهلا. الوالد وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يتابع بشكل يومي المسؤولين على تنظيم الحج، وسواء داخل مكة المكرمة أو حتى على مستوى الوزارات لديه بتسخير كافة الإمكانيات للحجاج. كيف تقرأ هذه التوجيهات وحرص خادم الحرمين الشريفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية يعني أشكركم وأشكر هذه القناة الفاعلة والمتفاعلة أيضا مع المجتمع. نعم، ولابد أن ننوه في البداية أيضا بجهود خادم الحرمين الشريفين وحكومته في توفير كافة التسهيلات لأداء هذا الركن الخامس من أركان الإسلام. وفي واقع الأمر فإن جهود المملكة لا تقتصر على أيام الحج فقط، وإنما هي ممتدة على طوال العام، وهو واضح كما نرى من المشاريع الضخمة أو العملاقة المتلاحقة في مكة والمدينة، وتهيئة أيضا كافة السبل بما يوصل الحاج بأمن وسلامة واطمئنان. نعم. وأيضا يجب أن ننوه للتاريخ أيضا أن الاهتمام بالحج هو من مسؤوليات قيادات هذا البلد واهتمامهم منذ المؤسس الأول الملك عبد العزيز رحمه الله وحكوماته المتعاقبة، الملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد رحمه الله جميعا، كان الحج محور من محاور الاهتمام. صحيح. وبالعودة إلى سؤالك، فأنا أولا يعني لدي ملاحظة ولدي عتب شديد يعني. نعم تفضل. الملاحظة أن موضوعات الحج لا يوجد لها في الصفحات الإعلامية حقيقة حضور إعلامي يقترن أو بقدر هذا الحدث الكبير الضخم. وعلى وجه التحديد فأنت تجد معلومات متناثرة في وسائل الإعلام، وبالتحديد إذا ما أردنا الجرائد، معلومات لا توجد ملفات متكاملة لموضوعات تتعلق بالخدمات، تتعلق بالمشاعر، تتعلق بالافتراش، تتعلق بحملات الحج، تتعلق بالصحة، تتعلق بالنقل. أنت تحتاج إلى ملفات للمتابع. صحيح. ولأن رسالة الحج هي ليست رسالة داخلية فقط، وهي رسالة خارجية. أما تقدمه الدولة للحجاج الصورة وما تقدمه. نعم، الحج هو أحد أبرز ملامح تقديم الصورة الذهنية على المملكة العربية السعودية، وحكومة خادم الحرمين الشريفين تبذل جهد
غير يعني متناهي في هذا الجانب. صحيح. ولا نحتاج إلى التدليل على ذلك يعني، لكن نحن نحتاج أن يكون لدينا طرح إعلامي محترف، تكون لدينا يعني ملفات في قضايا الحج. يعني عندما تم الاتصال بي للظهور في قناتكم قناة إقرأ، كنت أتابع، أنا أحاول أن أجد ملفات في مواقع الجهات المعنية في الصحافة، الحقيقة لا تجد ملفات متكاملة. بس دكتور عبد الرحمن، أساس نكون دكتور عبد الرحمن اسمح لي، أساس نكون عادلين، يعني هناك في كل قطاع حكومي ما يسمى بالعلاقات العامة والإعلام، هم من يتواصلون مع الإعلاميين ويقدمون ملفات كاملة عن إنجازات كل جهة حكومية أو قطاع حكومي. مثلا الصحة تقدم ملف كامل ومتكامل عما قدمته في الحج في العام الماضي أو ما تجهزه الآن لاستقبال الحجاج للإعلام. هناك قصور في هذا الشيء. نحن في قناة إقرأ الفضائية وكثير من المعدين نتعب حتى نصل إلى أي قطاع حكومي، حتى نستضيف ضيف أو حتى نستضيف أحد المسؤولين في أي قطاع حكومي. ففي قصور من الجهتين، لا أبرر زملائي في الإعلام، لكن هناك القصور يعتبر من طرفين، سواء من طرف الوزارات أو من طرف الإعلامي. لكن اسمح لي دكتور عبد الرحمن أن أذكرك بضيفنا هنا في الاستوديو، المهندس عبد الله حسنين، مدير وحدة أعمال مكة المكرمة والطائف في شركة المياه الوطنية، وهم أحد الركائز المهمة في الحج يعني لدينا. وسألناه عن إمكانية أو خطة الشركة في المياه الوطنية في تلافي أزمة انقطاع المياه، لكن الآن بنسأله عن، إذا سمحت لي، عن المختبرات الثابتة المتنقلة لفحص مياه المشاعر لتقديم الحجاج بصورة أفضل. تفضل دكتور مهندس. نعم. عبد الله، طبعا الحقيقة أن التأكد من جودة المياه هو يعني من ضروريات واهتمام شركة المياه الوطنية للتأكد من سلامة المياه التي يستهلكها ضيوف بيت الله الحرام. صحيح. فقامت الشركة على هذا الأساس بإنشاء مختبرات في منطقة المشاعر المقدسة. لدينا مختبر موجود في منطقة منى، وذلك لاختبار العينات بشكل يومي. صحيح. بالإضافة إلى أن لدينا مختبرين متنقلة، هي عبارة عن سيارة مجهزة بها جميع ما تحتاجه عملية اختبار المياه وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتجوب هذه السيارات في منطقة المشاعر، تتحرك مع الحجاج من منى إلى عرفات، ومن ثم من عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى. هذا بالإضافة إلى أن هناك في كل مشعر من المشاعر يوجد مختبر صغير للاختبارات الأساسية للمياه، والتي تحدد نسبة التواجد الريزيدو الكلورين أو الكلور المتبقي الذي يضمن سلامة المياه، مع التأكد من نسبة الأملاح في المياه. طيب دكتور عبد الرحمن، لو رجعت لك مرة أخرى، هذه الشركة الوطنية بتقدم هذه الخدمات، وأيضا الدولة على جميع المستويات بتقدم وبتجتهد جميع الوزارات في تقديم سبل الراحة وتجهيز أو تسخير كافة إمكانياتها لخدمة ضيوف الرحمن. الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظ الله اعتمد مبلغ 40 مليار ريال من أجل نزع العقارات لصالح التوسعة الجديدة للمسجد الحرام. هذا الضخ المال الكبير في هذا الشأن، كيف تراه في هذه الأيام؟ أولا أنت يعني عقبت على أنه تفضل، كان هناك تعقيب على أن الجهات تقدم ملفات نعم بخدماتها، وأنا لم أتكلم عن الجهات، تكلمت عن وسائل الإعلامية. بالتأكيد أن الجهات لديها ملفات، ونحن نحتاج، يصلني أنا كقارئ خارجي يصلني هذا الملف، أقرأه وأتابعه. صحيح. أعود، أما ما يعني أنفق على المشاريع من لدى الخادم الحرمين الشريفين، فأعتقد أنها علامة مميزة في تاريخ خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، في خدمة هذا الدين، خدمة هذه المشاعر المقدسة، وخدمة أيضا الحجاج المسلمين في جميع بقاع الأرض، ليس حجاجهم بل زوار، حتى زوار مكة والمدينة يرون ويلحظون. وهذه عملية من التسهيلات، وأنا دائما أقول وأكرر في هذا القول أنه كلما تسهل عملية الخدمات كلما تستقطب الناس، يعني تستقطب الناس، وهذا شيء إيجابي في العمل، توفيره والطمأنينة والراحة بالنسبة للحجاج. صحيح دكتور. مشاريع الحج التي بذلت من يعني والصرف عليها من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين ملحوظة في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة، في التوسعات الملحوظة، وهي كلها تستهدف في نهاية المطاف أن يقدم لهذا الزائر أيا كان نوعه، حاجا أو معتمرا مصليا من الداخل أو من الخارج، أن تتهيأ له سبل الراحة والاطمئنان لإقامة المشاعر في أمن
وراحة سلامة صحية وأمنية وكل الجوانب التي هي موجودة وينبغي أن تتوافر في عملية الحج. لدينا أمثلة حية اليوم في المملكة. نحن كنا في يوم من الأيام كانت الجمرات إحدى المشكلات اللي يعانونها الحجاج، واليوم هي عبارة عن التاريخ، عبارة صحيح. عن تاريخ، يعني حتى في كتاباتنا في قراءاتنا لم تعد هذه المشكلة موجودة أصلا. اليوم وسائل المواصلات أيضا بدأت تتآكل تدريجيا كمشكلة. هناك مشاريع ضخمة وجبارة في التخفيف أو القضاء إطلاقا على هذه المشكلة، مشكلة النقل والتواصل في عملية الحج. وبالتأكيد عندما تتكلم مرة أخرى عن المشاعر المقدسة فإنه بعد فترة من الزمن ستكون عبارة عن جزء من التاريخ مشاكلها، وسنكون أمام إنجاز تاريخي ضخم لا نظير له الحقيقة. طيب دكتور عبد الرحمن، أنتم في مجلس الشورى كيف تتابعون وترصدون أعمال ومشاريع الحج في منطقة مكة المكرمة؟ طبعا وزارة الحج هي إحدى الوزارات التي تقدم تقاريرها لمجلس الشورى. صحيح. وفي واقع الأمر فإن وزارة الحج من الوزارات النشطة في واقع الأمر، من الوزارات النشطة بكل ما تعنيه الكلمة. لديها تقرير مفصل واضح عن إنجازاتها في مجال الحج، ولديها أيضا الشفافية، فهي تطلعك على ما يدور من واقع الإنجازات وعلى المشكلات التي تواجهها أيضا الوزارة أو يواجهها الحج بشكل عام. وبالتالي فهي مرصودة في تقرير الحج، والمجلس يتعامل مع قضايا الحج من خلال هذا التقرير. وأيضا ليس في خلال فترة الحج كما قلت في فترة في كلامي، الزيارة إلى مكة المكرمة هي عملية متواصلة، وردود أفعال الناس ومرئياتهم وملاحظاتهم الإيجابية أو السلبية أيضا تصل إلى 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 مجلس الشورى. والحج كما تعلم أيضا هي ليست مسؤولية وزارة واحدة. صحيح. يعني هي ليست مسؤولية وزارة الحج وحدها رغم الدور الكبير الذي تكون فيه، لكن هي مسؤولية جهات مشتركة، يعني الأمن مثلا بوزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة النقل، وزارة العدل، كل الجهات التي موجودة في الدولة تساهم تقريبا أو النقل تساهم بطريقة أو أخرى في عملية نجاح الحج. لكن سؤالك، نعم المجلس يتفاعل مع أعمال الحج ومنجزاته من خلال تقرير وزارة الحج، ومن خلال أيضا ما يقدم من تقارير ذات صلة بعملية الحج حتى عندما تقدمها الأجهزة الأخرى. طيب. كما تعلم حتى وزارة الشؤون البلدية والقروية لها دور في هذا الجانب. في طيب أنا وياك دكتور عبد الرحمن حنكون اليوم مناقشين للمهندس عبد الله حسنين مدير وحدة أعمال الحج حول يعني مثلا تجهيز المياه في المشاعر المقدسة، وراح أسأله الآن وتسمع إجابته حول الخزن الاستراتيجي للمياه لحالات الطوارئ في مكة المكرمة. كم تبلغ طاقة الاستيعاب تقريبا مهندس عبد الله؟ طيب في البداية أحب أن أوضح، إذا كان لكم علاقة بمجلس الشورى تتكلم عنها. في البداية أحب أن أوضح أنه كمية المياه الواردة لمدينة مكة المكرمة من المؤسسة العامة لتحلية المياه عبر محطات التحلية بالشعيبة هي تقريبا 670 ألف متر مكعب يوميا في هذا في الموسم. هذه الكمية طبعا يتم استهلاكها بالكامل يوميا في مدينة مكة المكرمة، وهناك أيضا تخزين. طبعا احنا في الفترة اللي قبل موسم الحج نبدأ بتخزين الكميات الفائضة عن هذا عن استهلاك مدينة مكة المكرمة في الأيام العادية في خزانات تصل طاقتها الإجمالية إلى أكثر من 2 مليون متر مكعب في الوقت الحاضر. لدينا مشاريع الآن تحت التنفيذ، سنصل إن شاء الله في القريب العاجل إلى 3.5 مليون متر مكعب في خلال العام القادم إن شاء الله، مع نتوقع إن شاء الله في خلال الموسم القادم نستفيد من هذا من هذه الكمية. أضف إلى ذلك إنه إحنا عندنا مناطق في مشاريع محددة في مناطق معينة في خارج مدينة مكة المكرمة لخزن استراتيجي، سنصل إن شاء الله خطتنا إلى 5 مليون متر مكعب. ما تتضرر المدن المجاورة لمكة المكرمة مهندس عبد الله؟ حقيقة إنه الشعيبة تغذي أو محطات الشعيبة تغذي 3 مدن، تغذي جدة ومكة والطائف. طيب. الكميات طبعاً اللي بتطلع من الشعيبة بتوزع ما بين الثلاثة المدن. لأنها كلها تخضع لإدارة شركة المياه الوطنية. تمام. هناك برنامج يتم التنسيق بصفة مستمرة مع المؤسسة العامة لتحلية المياه لتحديد ما تحتاجه مدينة مكة وجدة والطائف. بس في وقت فترة الحج بيصير ضغط على الطائف أيضا وجدة. نعم أيضا يعني يتم التركيز على مدينة مكة المكرمة وليس تخفيض عن الكمية المناطق الأخرى، لأنه كل ذلك مأخوذ في الخطة التشغيلية للمحطات. حقيقة الأخوة في المؤسسة العامة لتحلية المياه متعاونين جدا في هذا المجال.
دائما يعني يقوم بتشغيل أقصى طاقة للضخ في الموسم أو في موسم الحج، وذلك تحسبا لأي احتياج. لا احنا في جدة في الحج بنشوف الويتات تكثر شوي يعني. أبدا أبدا الكمية، لأنه خطوط جدة غير خطوط مكة كما تعلم، ولكن هي الكمية الأساسية التي تطرح من التحلية في، أنا لا أخفيك في بعض الأحيان طبعا لما يكون في احتياج زائد في مكة، ولكن يكون على كمية بسيطة. أنا أحب أن أنوه عن الكمية التي تصل إلى مدينة جدة في حوالي 1,050,000 متر مكعب ما شاء الله يوميا، بينما مكة 670,000، ولك أن تقارن. ما شاء الله. فاصل أعزائي المشاهدين، ثم نعود لنكمل معكم الحوار مع ضيفينا هنا في الاستديو. من جديد أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في برنامجكم على طاولة الحج. معنا من استديوهاتنا في الرياض عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الرحمن الهيجان، وهنا في الاستديو المهندس عبد الله حسنين مدير وحدة أعمال مكة المكرمة والطائف شركة المياه الوطنية. حياك الله مهندس. أهلا وسهلا دكتور عبد الرحمن، تسمعني؟ نعم نعم. الآن معنا المهندس عبد الله حسنين في مشاريع أو مدير وحدة أعمال مكة المكرمة والطائف شركة المياه الوطنية. لو لكم ملاحظات في مجلس الشورى طرح يعني طرحت أمامكم الآن، ممكن نسأل المهندس عبد الله حسنين عنها. لا لا طبعا هو لا توجد أي ملاحظات. أنا أعتقد العمل الذي يقوله المهندس عبد الله حسنين، أنا أعتقد أنه عمل يعني جبار، ويرتقي أيضا إلى مستوى المسؤولية. نعم. وتوجهات خادم الحرمين الشريفين في توفير هذا الجانب المتعلق بخدمات الحجاج وتوفير المياه. ولا شك أن توفير المياه هي مطلب أساسي بالنسبة للحجاج، يعني هو ليس فقط في هذا الموسم ولكن في كل المواسم. وأعتقد أن ما ذكره المهندس هو دليل واضح على أن خطط الاستراتيجية للدولة في توفير المياه تأتي اليوم ثمارها بشكل بارز وبشكل متميز في هذا الحج، وبمتابعة جيدة. يعني عندما تقرأ مثل هذه الأرقام وهذه المتابعة الجيدة والحرص على التوازن بين ما يقدم للحجاج وما يقدم للساكنين المقيمين في مكة والمدينة، في مكة وفي جدة وما حولها، أعتقد إن هذا علامة يعني ومثال جيد على الاهتمام الذي تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين على توفير كافة الخدمات للحجاج حقيقة. طيب. وأنا لا أرى يعني لا أستغرب مثل هذا الجهد حقيقة، لا أستغرب، لأن في جهود جبارة تقف وراء هذه الخدمات وراء هذه، وفي متابعة مستمرة أيضا الاستراتيجيات. فإحنا اليوم ما نتفاجأ فيها، لكن نريد أن نقدم هذه الصورة لآخرون ليدركون حجم العمل الذي تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين بإذن الله، والكوادر السعودية التي تقع وراء هذا العمل الضخم لتوفير مثل هذه الإمكانيات. طيب دكتور عبد الرحمن، مهندس عبد الله، اسمحوا لي، معنا الآن عبر الهاتف مدير مشروع الملك عبد الله لسقيا زمزم المهندس سعيد الوادي. مهندس سعيد مساء الخير. الله يمسيكم بالخير. الله يحييك ان شاء الله. معنا هنا المهندس عبد الله حسنين، وايضا من الرياض الدكتور عبد الرحمن الهيجان. حياكم الله جميعا، ومسي على الاخوه والاخوات المشاهدين بكل خير، واشكر تواصلكم جميعا في اتاحه الحديث لنا عن مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم، واعطاء اشاره سريعه عن استعدادات المشروع لخدمه حجاج بيت الله الحرام لهذا العام. طيب مهندس سعيد، لو سألتك مشروع تطوير سقيا زمزم من ناحية التعبئة والتخزين، كيف تسير الأمور في هذا المشروع ولو بشكل موجز؟ بشكل موجز وبداية يعني نتحدث عن المشروع في إطلالة سريعة، وبعد ذلك نتحدث عن الاستعدادات لحج هذا العام. نعم. بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته، هذا المشروع حظي بإدارة وشرف شركة المياه الوطنية، وهي أحد الجهات الحكومية التي لها بون شاسع في الخدمات المقدمة في مكة المكرمة أو في المشاعر المقدسة، أو بالإضافة إلى مشروع الملك عبد العزيز في سقيا. بفضل الله هذا المشروع منذ أن افتتح قبل 4 أعوام على يد خادم الحرم الشريفين رضي الله، يقدم خدماته باستمرار وعلى مدار العام بدون انقطاع لزوار بيت الله الحرام على مدار الساعة. يزداد التركيز والاستعداد في تقديم هذه الخدمات خلال موسم الحج، وهذه الاستعدادات والخدمات تتطور بشكل ملحوظ من عام إلى آخر، وذلك تحقيقا لرسالة المشروع التي أسس من أجله. تمام. بالطبع يبدأ الموسم للحج مباشرة من بعد رمضان وفق خطة موسمية تعد لهذا الشأن، وتركز فيها يعني تم التركيز فيها على الخدمات المقدمة في منطقة التوزيع الرئيسية، أو ما يتم تجهيزه من كميات المياه اللازمة لخدمة الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى أعداد الكميات اللازمة من عبوات مياه زمزم المغلفة، والتي يحرص الحجاج
على أخذها معهم عند المغادرة إلى بلدان. ممتاز. يكون هذا التركيز في يعني بطرق شتى عن طريق زيادة الكوادر البشرية المؤهلة لتقديم الخدمات والتأكد من أن المستودعات الرئيسية وكمية المياه في الخزانات عند أعلى مستوى. يعني لدينا مستودعات تصل إلى 1,800,000 عبوة حتى في المركز الرئيسي. ما شاء الله تبارك الله. وأيضا في المناطق الأخرى التي يتنقل منها الحجاج ويغادر منها لدينا ما يقارب سعة تصل إلى حوالي 500,000 عبوة. بالإضافة إلى ذلك لدينا سعة تخزينية للخزانات تصل إلى 36,000 متر مكعب في الوقت الحالي. لدينا توسع في هذا المجال بإذن الله سبحانه وتعالى خلال السنتين القادمة سوف يصل إلى 75,000 متر مكعب. طيب مهندس سيد لو سألتك لو سألتك عن استغلال هذا الموسم في غش مياه زمزم وبيعها للناس في الطرقات كما نتابع الآن، حاولتوا بتصدي لهذه الظاهرة وكيف هي البرامج التي وضعتموها لتثقيف الحجاج في استخدام مياه زمزم الصحيح؟ والله يا أخي الكريم طبعا المشروع أدى رسالة كبيرة جدا في يعني أعطاء موثقية كاملة للحجاج والمعتمرين وللزوار ولكل طالب مياه زمزم في توفير الخدمات على مدار الساعة سواء كان في المركز الرئيسي وأيضا في توفير خدمات مخصصة للحجاج، وغالبا هذا الغش والتزوير يحدث للحجاج سواء في المجال السعري أو في المياه ذاتها. طبعا احنا وفرنا بفضل الله حوالي 10 مواقع موجودة في مناطق مختلفة على مستوى، يعني كان الهدف منها أن تتواجد في النقاط التي يغادر منها الحجاج، لأن الحجاج غالبا يحرصون على أن يكون عند الواحد يعني عبوة واحدة. صحيح. تجد الآن المواقع بفضل الله في مطار الملك عبد العزيز وأيضا في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة. لدينا ممتاز. 5 مواقع في صالة الحج والعمرة، وأيضا لدينا موقع في الصالة الجنوبية وموقع في الصالة الشمالية وموقعين في صالة المغادرة والدولية وأيضا الصالة المحلية في المدينة. ما شاء الله تبارك الله. أيضا عملية يعني عملية التقنين وأيضا تتبع مثل هذه الظواهر عن طريق يعني التواصل والتنسيق مع الجهات الرسمية سواء كانت عن طريق أمارة منطقة المكرمة، أمانة العاصمة المقدسة لدينا تواصل معها، والجهات الرسمية الأخرى هيئة الطيران المدني بفضل الله سبحانه وتعالى تأمينا لهذه المياه قمنا بتوفيرها مغلفة ومجهزة حتى ممتاز. ممتاز. المعتمر يحصل عليها بسهولة فلا يعني يتكبد العناء في الوصول إلى مكتب التوزيع الرئيسية، وبفضل الله سبحانه وتعالى الامر ميسر وباسعار يعني معقوله وفي اليد معقولة يعني تصل الى حد التكلفة. نعم. طبعا. مدير مشروع الملك عبد الله لسقيا زمزم المهندس سعيد الوادعي، شاكر لك مداخلتك معنا. ارجع لك مهندس عبد الله، اماره منطقه مكه المكرمه ممثله في الامير مشعل بن عبد الله امهل 72 ساعه لعدد من المقاولين لانهاء دورات المياه في المشاعر، كيف ترى هذا الامر وهذا التحرك وما هو متابعتكم أنتم لهذا الموضوع؟ نعم، الحقيقة دورات المياه في المشاعر تنقسم إلى قسمين، قسم تحت مظلة شركة المياه الوطنية وهذه عبارة عن 100 دورة تم تحديثها في هذا العام، وبشرك انتهت يعني قبل المضي 72 ساعة الحمد لله سلمت الدورات بكاملها إلى المطوفين، وفي الوقت الحاضر يعني اليوم هذا تأكدنا من تشغيلها وتسليمها وخروج آخر عامل منها حتى في مزدلفة. هي مشاكل دائما تكون في مزدلفة، هي طال عمرك المشكلة في منطقة منى، هذه المئة دورة اللي بحكي عنها في منطقة منى. الجزء الثاني هو تحت مظلة وزارة الشؤون البلدية والقرمية، الإدارة المركزية للمشروعات التطويرية. أنت بتتابع مشروع؟ لا الحقيقة هذا تحت إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأعتقد أنه حسب علمي أنه الأخوة في الوزارة أو في وكالة الوزارة للمشروعات التطويرية قاموا بإنهاء ما كلفوا به، وإن شاء الله ستكون جاهزة وفي موسم الحج لتقديم الخدمة لجميع المناطق التي وضعت بها هذه الدورات. أريد أن أضيف هنا بالنسبة للدورات، نحن نخدم تقريبا في منطقة المشاعر المقدسة 3300 مجموعة بمجموع حوالي 72,000 دورة مياه. ما شاء الله. وانتم وضعين مهندس عبد الله ومزدلف وضعين اظن خط ساخن لاستقبالات الشكاوى وهذا الاشياء. نعم طبعا الان يعرض على الشاشة الرقم لكم. على كل دورة مياه حقيقة لدينا معلومات او مكتوب يعني على الدورات. نعم بعدة لغات. نعم. العربية والانجليزية والاردو والفارسية. ما شاء الله. ويوجد الرقم طبعا اللي هو اللي حيظهر على الشاشة. نعم. الان اللي ظاهر على الشاشة الان
هذا الرقم طبعا للتواصل بالمجان من أي موقع إن كان، سواء بالجوال أو بالهاتف الأرضي. وهناك مجموعة من الشباب متواجدين على مدار الساعة، على مدار 24 ساعة يتلقون البلاغ، وأسرع ما يمكن يتم إرسال هذا البلاغ عن طريق القنوات الإلكترونية الموجودة المتوفرة لديهم، وبالتالي يعني يتوجهوا إلى موقع البلاغ. تمام. أريد أن أضيف هنا فقط نقطة بسيطة. باختصار الله يرضى عليك. نعم، أن المدينة منطقة المشاعر قسمت، منطقة عرفات إلى 9 مناطق. نعم. ومنطقة مزدلفة إلى 5 مناطق، و11 منطقة في منطقة منى. جميع هذه المناطق تقع في يعني في منطقة تواجد الحجاج ولخدمة المنطقة والتحرك للوصول لها في أثناء الازدحام. دكتور عبد الرحمن، إذا كان هناك ملاحظات لكم في مجلس الشورى حول جدية الجهات الحكومية في الحد من انتشار الظواهر السلبية في الحج، هناك ظواهر سلبية تظهر في الحج دكتور عبد الرحمن؟ في مجلس الشورى هذه تفضل. هذا تقرير لما تصدره وزارة الحج أو تصدره الجهات الأمنية، نعم، فهي تتكلم عن عدة إشكاليات. صحيح. تتكلم أول شيء عن عدم التزام عدد من المواطنين أو الراغبين في الحج من المقيمين بالتوجيهات المتعلقة بأنه لا حج إلا بتصريح. المشكلة الثانية أيضا تتعلق بالحملات الوهمية التي يتكلمون عنها، وأنا أيضا أشكر الجهات حقيقة الفاعلة في هذا الجانب، وزارة الحج ووزارة الداخلية فيما يتعلق بمتابعة هذه الحملات الوهمية. يعني آخر قراءاتي لها أنها وصلت إلى 53 حملة وهمية أيضا تتابع، وقبلها العام حوالي 50 يعني حملة وهمية. ما شاء الله. أيضا من الإشكاليات التي تتابع أيضا أنه محاولة الدخول إلى المشاعر المقدسة كما ذكرت سابقا بغير إذن أو بغير تصريح. صحيح. هذا يضر بنفسه بالحاج ويضر بالحجاج، وأيضا يشكل وصمة، يعني أنا أعتبره أنه وصمة عار في عدم الالتزام بالأنظمة والقوانين. صحيح. ميسرة كان بالإمكان منذ وقت مبكر أن الإنسان يطلب هذا الجانب، وميسرة والدولة فاتحة جميع الدخول فاتحة لهم جميع السبل للوصول إلى هذا التصريح بأقل التكاليف وأقل المجهودات. دكتور عبد الرحمن الهيجان عضو مجلس الشورى، أنا شاكر لك، انتهى وقتي دكتور عبد الرحمن، أشكر لك حضورك معنا من استوديو في الرياض دكتور عبد الرحمن الهيجان. ايضا انا كنت ابغى اتواصل معك في الحديث، انا تعطيني في اقل من نص دقيقه اذا في امكانيه انك تعطيني اخر مشروعاتكم في حج هذا العام. نعم، في نص دقيقه دكتور مهندس عبد الله، معلش. أن اركز هنا على مشروع جدا يعني افاد الشركه وتم تنفيذه منذ العام الماضي، وضعنا حساسات لقياس قراءه الضغوط. كما تعلم الازدحام الشديد وعمليه الوصول للمناطق بصعوبه في ايام الحج، فهذه المؤشرات تعطينا عن طريق الاسكادا، نظام الاسكادا تنقل الضغوط المتوفره في الشبكه، مما يؤكد لنا ويطمئننا تواجد المياه بصفه مستمره في هذه الشبكه. مهندس عبد الله حسنين، مدير وحده اعمال مكه المكرمه والطائف في شركه المياه الوطنيه، شكرا لك حضورك معنا. شكرا. الشكر موصول للدكتور عبد الرحمن الهيجان في استديوهاتنا في الرياض عضو مجلس الشورى. الشكر موصول لكم اعزائي المشاهدين متابعتنا هذه الحلقه، القاكم غدا باذن الله تعالى.